مرة تانية كل سنة وحضراتكم بألف صحة وسعادة وخير وعيد أضحى مبارك على الجميع. يا رب دايما متجمعين في هذه المناسبات السعيدة اللي فيها كل معاني السلام والرخاء والروحانيات الجميلة. ما زلنا مع حضراتكم برضو بنستقبل التهاني، ومعانا فنانة أخرى من زمن الفن الجميل، هي الفنانة القديرة صفية العمري. كل سنة حضرتك بألف صحة وسعادة وخير وعيد جميل ورائع على حضرتك والأسرة جميعا يا رب. أهلا 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 وسهلا، أهلا كل سنة بحضرتك. وحضرتك طيبة وكل الأمة الإسلامية والعربية والعالم كله بخير وسلام يا يا رب. رب يا رب دايما. اولا احنا مبسوطين ان احنا بنشوف حضرتك من خلال مهرجانات، يعني شفنا حضرتك في مهرجان اسماعيليه وتكريم حضرتك، وكمان شفناكي في مهرجان اسوان للمراه. فمره تانية بترجعي وبتنوري حياتنا وبتنوري الوسط الفني، ومش عايزينك تغيبي عنا كتير. والله حبيبتي انا مش غايبه خالص، انا موجوده، بس بحب اطلع واظهر في الحاجات المهمه يعني، ولكن انا موجوده ويعني سعيده بمشاعركم ناحيتي ومشاعر الناس كلها، ويعني الحقيقه مش عارفه اقول ايه، مبسوطه قوي ان انا مع حضرتك النهارده على الهوا، وبتامل مع كل جمهوري وحبايبي اقول لهم كل سنه وهم بألف خير. كل سنة وحياتك بألف صحة وسعادة وخير، ودايما كده منورة في كل مكان. طقوسك في العيد ايه؟ بتحتفلي حضرتك بالعيد ازاي؟ والله زي كل الناس يعني، طبعا عندنا تقاليدنا وعندنا عاداتنا والتجمع الأسري دايما بنلتقي في العيد، وبيبقى طبعا، بس إن شاء الله بنصح إنه يعني الناس تمسك نفسها من الأكل شوية. حضرتك يعني بتعملي بقى زي كل بيت مصري كده اصيل، لازم الفته واللحمه والكبده والاكلات اللي احنا يعني ارتبطت معانا باول يوم في العيد، والله هو الفته ده اهم شيء يعني اساسي في اول يوم. نازج الاستحضار، طبعا بتخش المطبخ وبتعمل الطشه بتاعت الفته دي وبتوم بايدها والله ده مزاجي. بجد. والله يعني طب حضرتك قولي لنا بعملها، بقى بتعمليها ازاي الخلطه السريه بتاعت نازج الاستحضار ايه؟ لا هي مش سريه يعني، هي نفس الخطوات، الشوربه والعيش المتحمص كده بحته تومه وحته لبده في الفرن، والرز طبعا الرز بعمله بحط برضو فيه حته تومه كده مع شويه شوربه عشان ياخدوا كلهم من طعم بعض يعني. والصلصه بقى واللحمه والموزه والحاجات يعني اللي الواحد بقى ايه يبص عليها كده ويقرب منها وهو يعني. ويصوم بعديها 3 ايام عشان ربنا يعوض. ان شاء الله يعيدوا علينا بالخير يا رب والصحة والعافية يا يا رب. رب. نجمتنا الجميلة صفية العمري، أكيد حضرتك يعني خلال الفترة اللي فاتت بتتابعي برضو الأعمال الفنية المختلفة اللي بتتعرض على الشاشات، إيه أكتر حاجة أو أكتر عمل فني خطفك أو شدك وجذب انتباهك وخلاكي كده تبقي متسمرة قدام الشاشة عايزة تقعدي تتفرجي عليه من أوله لآخره بكل تفاصيله؟ طبعا هو طبعا كلنا متفقين على الاختيار، وكلنا متفقين على الأعمال اللي هي بتبين يعني تاريخنا وتبين سيرة أبطالنا، وده مهم جدا جدا إن الناس ما كانتش بتشوف ده، وبالنسبة للأجيال الجديدة لازم يعرفوا تاريخ بلدهم صح. وتاريخ أبطالهم، وده بيزيد حماسهم ويزيد ارتباطهم بالوطن وارتباطهم بجيشهم، ودي حاجة كانت مهمة وحلوة قوي، أرجو إنها تستمر يعني. طبعا طبعا كان في لعبة نيوتن دي برضو شدتني قوي، كانت من الأعمال المهمة، وأنا رأيي متفق مع ناس كتير إنه الأعمال الجادة اللي هي بتحترم عقلية المشاهد وتحترم مشاعر الناس اللي انت داخله عندهم ضيفه، داخله لهم بيوتهم، لازم تكوني ضيفه محترمه والناس بتقدر ان هي تشوفك، وفعلا بيبقى شيء رائع جدا جدا يعني. انا متفقه مع ناس كتير قوي في الراي ده. حضرتك في الفتره اللي جايه نفسك تقدمي ايه؟ يعني ايه العمل لو اتعرض عليكي توافقي عليه كده بدون اي تفكير؟ انا نفسي جدا جدا، احنا عندنا نماذج مشرفه جدا جدا من المراه المصريه، احنا عندنا
نماذج هايله عندنا. نفسي نفسي قوي 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 ان هم يهتموا بالنقطه دي، انه يطلعوا يعني قصه حياه سيده كان ليها بصمه في الوطن، كان ليها دور مهم في المجتمع، ليها قياده، ليها يعني رائده في 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 مجال ما. يعني انا نفسي قوي ان هم يهتموا بالحكايه دي. هل في شخصيه معينه في بال حضرتك والشخصيه دي ممكن حضرتك اللي تجسديها من خلال هذا الدور او من خلال هذا العمل؟ هو في شخصيات كتيره جدا، لكن في شخصيه سميره، سميره اللي هي العالمه، عالمه الذره. قادرة افتكر بقية الاسم، لكن فاكرة العالمة، عالمة الذرة. مش فاكرة بقية اسمها، بس يعني دي قصتها مهمة جدا جدا ودرامية جدا جدا، وطريقة وفاتها كمان كانت درامية جدا جدا. وخدي على هذا المثال، في شخصيات نسائية من الرائدات من زمان، يعني من الحقيقة. يعني في الطبيبة، في الوزيرة، في السفيرة، في العلامة، في نماذج مشرفة جدا جدا. صحيح. وبما ان احنا في يعني اللي بتقود الطائرة النهاردة، في مجالات مختلفة نفست فيها الرجل. يعني الحقيقة نماذج للمرأة المصرية مشرفة قوي. ده صحيح. وبما ان احنا كمان بنعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية بدعم ومساندة الرئيس السيسي، يعني اتمنى وان شاء الله باذن الله يتم الاخذ ب يعني امنية حضرتك ان هو يتم عمل برضو درامي كده بيسلط الضوء على دور المرأة المصرية المتميزة في شتى ومختلف المجالات. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك بألف صحة وسعادة وخير يا رب، ودايما حضرتك منورة كده في كل حاجة. الله يخليك، شكرا. ميرسي لحضرتك الفنانة الجميلة صفية العمري. دايما لما بنسمع صوت الفنانات المصريات من زمن الفن الجميل، الزمن الراقي، ونسمع برضو ازاي هم قدموا هذا الفن وما زالوا مستمرين في هذه المسيرة، مسيرة العطاء في مجال الفن وفي مجال الحياة، بنبقى سعداء وفخورين جدا وعايزينهم دايما يكونوا معانا، لأن هذه النماذج دايما تدينا الأمل، بنستمد منهم الحاجات الحلوة من الزمن اللي فات ويدونا الأمل في المستقبل المشرق اللي قدامنا.